انطلاقا من دورها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع، بدأت أولى فعاليات البرنامج التدريبي في مجال حقوق الإنسان لمنظمة المجتمع المدني، والذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع السفارة الهولندية، حيث جاء البرنامج التدريبي بعنوان الآليات الدولية والإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يقدمها الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان الدكتور بوطاهر بوجلال، مستشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة. يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تعزيز وتنمية قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وتعريفها بمعايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بعملها، إضافة إلى رفع قدرات العاملين فيها في مجال الرصد والتوثيق وكتابة التقارير الحقوقية وتنمية مهاراتهم في كيفية التعامل مع الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان. وللحديث أكثر حول هذا البرنامج التدريبي معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة السيد ياسر غانم شاهين، الأمين العام المساعد القائم بأعمال الأمين العام في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد ياسر بداية، ولو تحدثنا عن أهمية هذا البرنامج التدريبي في تعزيز الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني، طبعا تحقيقا للأهداف الاستراتيجية في خطة مؤسستكم. مساء الخير، شكرا على هذه الاستضافة. في الواقع تأتي هذه الدورة التدريبية في سياق قيام المؤسسة الوطنية في تنفيذ أهدافها الواردة في قانون الإنشاء رقم 26 لسنة 2014 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016. فدور المؤسسة الوطنية هو يأتي دور تعاون وتكامل مع منظمات المجتمع المدني وبناء جسور من العلاقات التي تقوم على تبادل المعلومات والمعرفة والمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان. نعم. طبعا تعتبر منظمات المجتمع المدني شريك أساسي مع المؤسسة الوطنية في تنفيذ هذه هذا الهدف، فلنصل للنهاية إلى النهوض بواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين. إذن سيد ياسر، يعني نوعية المادة العلمية في مجال حقوق الإنسان التي تقدمونها للمشاركين في هذا البرنامج، يعني ما هي نوعيتها وكيف يتم اختيارها أساسا؟ في الواقع هذه المواد طبعا تم اختيارها بعناية، طبعا هي تستمر هذه الدورة التدريبية لمدة حوالي 4 شهور، تتناول حوالي 5 مواضيع. بدأنا في اليوم الآليات الدولية والإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهناك مواضيع عن دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان، وأيضا هناك ورشة خاصة تكون عن ضوابط ممارسة حرية الرأي والتعبير، وأيضا هناك ورشة ستكون عن منهجية إعداد التقارير الموازية ذات العلاقة بحقوق الإنسان للمنظمات الدولية، وأخيرا ستكون هناك دورة عن آلية الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان. طيب لو تحدثنا سيد ياسر عن الأهداف من هذا البرنامج التدريبي في الوقت الراهن، يعني كيف ستنعكس على العاملين في منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين؟ طبعا الهدف الرئيسي هو رفع قدراتهم وتعريفهم بواقع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا العمل، وتنمية مهاراتهم ويعني جعلهم أقرب إلى الواقع العملي من العمل النظري. ولذلك احنا أتينا بمحاضرين متخصصين في هذا المجال سواء من مملكة البحرين أو من خارج المملكة. نعم، إذن سيد ياسر غانم شاهين الأمين العام المساعد القائم بأعمال الأمين العام في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.